يشارك البرلمان العربي بوفد يرأسه سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان في المؤتمر الدولي 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان حوار الأديان والثقافات، والمقرر عقده في القاهرة يومي 13 و14 من مارس الجاري. أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي استجابة للدعوة التي أطلقها وتبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن تدشين حوار دولي يرسخ لسياسة الحوار الإنساني، مضيفا أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت تحتاج فيه الإنسانية إلى ترسيخ مفهوم الحوار وبناء قيم التسامح واحترام المجتمعات وثقافتها المختلفة وعدم التعدي على خصوصيتها تحت أي مسمى.